أنا أقول لك اتحاد أدباء في بلد معروف بالأدب وفي الشعر وفي عدد نفوس العراق ربما حسب ما قالت به وزارة التخطيط 42 مليون، ما زلنا إلى الآن 2800 أديب في كل الوطن. طيب على بينما هناك مؤسسات أخرى ذهبت إلى عشرات الآلاف. اتحاد الأدباء واتحاد الشعراء الشعبيين هي مسميات مختلفة. مختلفة نعم. أنتم بصورة عامة كلاكما في مخاض الأدب والشعر، لكن هنا فصيح وهنا شعبي. هسه ربما نحن معنيون بالفصيح. نعم. ربما أكو اختلافات بينكم من حيث الأدب وغيرها. أبدا أصدقاؤنا وأحباؤنا من حيث الكلمة تختلفون. نحن معنيون بالفصيح. طيب. نعم وهم هو بالشعبي. هو السؤال هنا بعض الشعراء ربما ينتمي إلى هذا الاتحاد أو هذا الاتحاد، لكن هو بالنهاية يقدم نص غنائي هابط. هل لديكم قدرة أنتم كاتحاد وحتى زملائكم في بقية الاتحادات بمحاسبة هذا الشاعر؟ نحن بوصفنا الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق المعنيون بالأدب الفصيح، لو صدر من أحد الأدباء نصا أدبيا وهنا لا علاقة لنا بآرائه السياسية لأن هذا جانب قانوني، لو صدر منه شو الآراء السياسية دقيقة يعني أستاذ عمر؟ لكل إنسان يحمل آراء بس سياسية، لكن آراء سياسية بمثلا التجاوز؟ لا بالعكس، هذا القانون يحاسبه. في القانون.